أن رجلا أفطر عمدا في رمضان ثم ندم على ذنبه هذا ورجع إلى الله عز وجل وتاب توبة نصوحة، لكنه لم يكفر عن فطره هذا نظرا لفقره ولعدم قدرته على الصيام، فماذا عليه أن يفعل جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن الإفطار في رمضان من غير عذر أنه معصية عظيمة وتجرؤ على الله سبحانه وتعالى وترك لركن من أركان الإسلام. الواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صحيحة. قد ذكر السائل أنه تاب إلى الله توبة صحيحة، الحمد لله على ذلك، والواجب عليه مع ذلك أن يقضي هذا اليوم الذي أفطر فيه. وأما الكفارة فليس عليه كفارة إلا إذا كان حصل منه جماع، فإنه عليه كفارة الجماع في نهار رمضان. أما إذا لم يكن حصل منه جماع وإنما حصل منه مجرد الأكل والشرب، فهذا يجب عليه التوبة إلى الله ويجب عليه قضاء اليوم الذي أفطره. وإن تأخر قضاؤه إلى بعد رمضان آخر من غير عذر، فإن عليه مع القضاء إطعام مسكين نصف ساعة من الطعام بمقدار كيلو نصف تقريبا. نعم، بارك الله فيكم.